واقول لك هاك ما افرح يجوز استلذ من انطيك وانا بوقت عوز للمبدع الشاعر ابراهيم الكوفي. تحيه طيبه لكم مشاهدينا الكرام متابعي قناه الطليعه الفضائيه، وهذه حلقه جديده من برنامج رسائل. ضيفي لهذه الحلقه شاعر مبدع جدا، اغلب المتذوقين للشعر تعرف ان الوصول الى الوسط صعب جدا بوجود هذا الكم من الشعراء الكم الهائل، ولكن هذا الشاعر استطاع خلال فتره قصيره ان يصل الى الناس وان يترك بصمه من الحله. المبدع جدا مهيمن الامين، حياك الله يا مهيمن. الله محيي اصلك حبيبي ابو حسين، تحياتي اليك وللبصره الكرام قناتكم برنامجكم، شكرا على هذه الاستضافه وشكرا للجمهور اللي طلب. انا تاخرت عليك بالحلقه بالاستضافه. الله يخليك. لا ما اكفر بدايه الحلقه تكلمنا عن الحله، مهرجانات الاماسي، وضع الحله شلونها؟ والله الحله تزهو بعد تعرف، هي الحله مدينه الحضارات، مو لان يعني مدينه تواشيد بها ما اضيف لها من امدح الحله، بس هي الحله بعد باب بالنسبه للحضارات. للجانب الشعري الاتحاد الروابط المنتديات، الحاله حال اي مدينه، ما كل مدن العراق لا تخلو من المبدعين والابداع. اكو توقف لو مستمر هاي ديمومة الاماسي؟ مستمرة اكيد. اكو توافق بين الجيل اللي سبقكم، الجيل اللي سبقكم وجيلكم، جيلكم مع جيل الشباب، اكو قعدات؟ طبعا طبعا اكو اختلاط. هو اللي يجي شاعر شاب بمن يستعين غير باللي اكبر منه وباللي سابقه بالتجربه؟ مهيمن الامين كل شاعر طبعا بدايته تواجهه معوقات. نعم. مهيمن الامين شلون قدرت تتجاوز هاي المعوقات وشنو المعوقات اللي واجهتك؟ والله هو كل شيء بتسيير ربك مثل ما تعرف. معوقاتي اكبر معوقاتي كانت دوامي. يعني انت من تندعي مهرجان خارج المحافظه، اليوم انا جايك حلقه واذا شاهدها هسه احد الساده الضباط اروح بيها زين ضافر بالدوام وجايك. الوقت غير الوقت. اي والله يعني دوامي. وبعد معوقات يعني تعرف شاعر لما يظهر شعراء قدامه سابقينه بالتجربه فتره تصعد من الدرجه الاولى الدرجه العاشره، تحمس بدايه كتابتك للقصيده طبعاً، تريد تبرز نفسك طبعا، شويه يصير عندك اعداء، اخفقت عندك. اخفقت بدايتك؟ والله ما اقول لك اخفقت، انت شو تشوف ابو حسين؟ لا الان مهيمن الان قصيدته وصلت للناس، ولكن اتكلم عن بدايتك انا. لا بداياتي ما اخفقت، ليش؟ لان لقيت انسان عظيم واخ الي، لقيت قدامي على عبد. تحياتنا للمبدع طبعا، الشاعر المبدع الكبير على عبد، على عبد يعني احكيها قدام الجمهور والناس، وسؤال يعني كلامي مسؤول عليه. انا من اجيت للوسط عندي 27 قصيده، 27 قصيده فرحان بهين وكتاب يعني الطرفه. احنا هم محضرين لك طبعا مفاجاه على عبد. على عبد 27 قصيده قعدنا، يعني كانت قاعده مهرجان، خلص المهرجان فصارت قراءات. احد اللي يقدمون العرافه مو شاعر، قدمني مهيمن يكتب، فعلى باو عليه هيك شافني ضجت من هاي الكلمه، يحس بالشاعر، يحس بالشاعر لما يقدم غيرك شاعر ويقدمك يكتب، فحس على بالموضوع، حسني تألمت، فقريت بيت من مقطع صغير وما قريت، فقال له ابوي انت قدمته يكتب هذا الزلمه شاعر ترى. صارت عندي حافز، ومن ذاك اليوم هاي الانطلاقه الكلمه. تحياتي لاخوي المبدع على عبد. خلينا نسمع قصيده نستهل بها الحلقه. تمشي وتلتفت كانك مثقل، اي هل تنتظر احدا يقول تمهل، ام اتعب قوسك اصبني واسترح، اجهز علي بما تبقى وارحل، لا تنتظر شمسا فقد اطفاتني، خذ هاك شيبي في طريقك مشعل، الله ربك الطان شفوف بس للتوديع، ما عندي دين تشلب وتتوسل، الله اكتمني ما عندي لي دور عثار، يا سنبل اخذ الثار همن المنجل، لا تحبني قلت لك وانا ما الاستقرار، كل ساعه مكان انشال ورده مشتل، ومو صوت الدرب كان الخلل بي، عفت عقله ومشيت بشور رجلي،
أصد لك منه فوت أكبر أحلامك كان وقت قايم سلامة ردة مني صارت نوم تعني الحرز والتعويض ولك عايش البرزخ بالمغربية أنا وصورتك نقضيها دمعة وخوف مثل اللي يبات بحفرة الحية كون عيونك تضوق البشر بالشوف خاطر من يجيك تبين النية يا القاطع وعطرك كثر الجيات يا شص اللي يصيدك من هوى الرية مو بس جدمك تجاف الدروب وراح شح طيفك بجيته وعلى الجفن عيه إذا ما إلك واهس ودي سهمك عاد وتلقاه بصدره وتعتبر جيه إذا ما إلك واهس ودي سهمك عاد وتلقاه بصدره وتعتبر جيه واكتنع لهونك واستلذ بالموت وحيد وما له واحد ياخذ الدية يا خلتي يا خلت وكسرتي يا خلت وكسرتي وفشلت من الناس ويا غربة الطير بوجه راعية كتلتني الشمس وحنية الظهر عليك يا عود القدر يقعد حذر فيي الله يا عود القدر الله الله يا مهيمن الله يسلمك موفق خلينا ننتقل الى فقره التواصل الاجتماعي اليوم اسئله وصلتنا مهيمن الامين ونعتذر لان وصلت اسئله كثيره ولكن الوقت ما يسمح لنا انه نعرض جميع التعليقات مبار السيد حبيب الغالي سيدنا تحياتي لك ولكادر برنامج رسائل وللشاعر الحبيب مهيمن الامين حياك الله يا مبار السيد اريد اعرف مهيمن بيا سنه كتب الشعر وليش كل كتابات على الغدر والصديق أكثر شيء وتحياتنا للجميع وأتمنى أقرأ قصيدة قصرت من وياك ما قصرت والسبب وسبب هاي القصيدة لأن أحس وراها قصة تحياتنا لتواجدك يا مضر السيد أول شيء تحياتي لأخ مضر السيد وطبعا مضر السيد صاحب قناة يوتيوب وجدا جميل بالتصميم ودعم للشعراء الشعبيين تحياتنا إلي للداعمين المهيمين ومحبين تحياتي لكادر قناته الله يسلم بخصوص بياسنة كتب الشعر 2014 انطلاقتي كانت يعني ليش كل كتاباته على الغدر والصديق أكثر شيء اللي تمر بي أنا متابع هذا اللي تمر بي سيد هذا أكثر اللي أمر بي زين ويعني مو أقصد لك من الوسط أنت من تجي أول ما تكتب طب للوسط كاتب هجاء أنت متألم شيء خارج الوسط زين اغلب القصائد القى هذا النفس وهاي الروحيه اي انا كلش انغث من الصاحب ما يضوجني شيء غير الصاحب والاخ وهذا هذا ما شنو سلبياتك حتى هيك اصدقائك يتعاملون وياك والله ما اعرف ما ادري ايش اقول لك انا من قطيبتي خير مش على مرتضى مرتضى حارب الحنين يتعب اي والله ننتقل للسؤال اللي بعده تحياتي بخصوص القصيده القصيده قصرت من وياك ما قصرت مرات تحس بنفسك يعني تصفين تقول شنو تقصيراني لما تلقى تقصيرك انه انت ما قصرت ويا هذا الشخص هي ان شاء الله راح تقرا بالبرنامج ان شاء الله حتى نسمع قصته حمودي جبار من بعد التحيه والاكرام سلام لضيفك المبدع السؤال ما سبب الخلاف بينه وبين رائد ابو فتيان وهل الخلاف كان سبب ابتعاده عن البرنامج هيلو ليل تحياتنا حمودي تحياتنا للشاعر المبدع رائد ابو فتيان انت ما عندي كل خلاف ويا رائد عم الرجال لا لي صله بي وملتقيين على حبه الله بس ما عندي اي مشكله ويا الاخ متوهم ماكو حاجه ننتقل للسؤال اللي بعد شمس غروب السلام عليكم اساتذه الشعراء وعلى جميع كادر قناه الطليعه الموقعه سؤال الشاعر مهيمن الامين ماذا تعتقد هل نفسك اعطت الجمال لهذا الاسم ام شعرك وهل تعتقد ان شعرك ساهم بزياده محبه الناس لك طبعا هذا السؤال هم بشقين بعد الاجابه ان شاء الله اذكر الشق الثاني اكو بعض الشعراء يوصل مظهر مو صح صحيح اكو بعض الشعراء يوصل اسمه واكو بعض الشعراء توصل قصيدته صحيح والله انا يعني اكو ابياتي ينشروهن اللي ما يذكرون اسمي هذا يعني تشوفه دليل على انه قصيدتك واصله مو اسمك واصل زين وماكو القصيدة وشاعرها وجهها لعملة واحدة ماكو فرق إذا وصل اسمك أو قصيدتك هذا الشيء ما عنده إشكال بعض الشعراء يوصل اسمه ولكن قصيدته ما شو ما تلقى شعر بقصيدته اسمه شنو الفائدة من يوصل اسمه اليوم الأهم قصيدتك لو اسم ما لا يعني. قصيدتي وهذا اللي قاعد يلعب على ننتقل السؤال اللي بعده أمير ضيف وشاعر جميل يستحق الإبداع سؤالي لحبيب الشاعر مهيمن الأمين هل هناك أسماء من الوسط من باب الأخذ ومساحة إعلامية وهم لا يستحقونها وهل حرفت من الوسط الشعري في بابل بالتحديد والله هو بشكل عام يعني
ما نقتصر على بابل، لا احنا نحكي بشكل عام، اكو هواي ناس ما تستحق اللي وصلت له بالنسبه يعني. للبابل اكو اسماء قاعد نشوفها تتصدر ولكن ما تلقى القصيده اللي يكتبها مهيمن. والله اكو بس مو هواي، مو بكثره. اذا تريد تقارن بقيه المحافظات اكو محافظات بيها هواي، احنا يمكن عندنا واحد او اثنين هيش اذا تريد تحسبه. وين تلقى الاسباب مهيمن يعني متحارب بالوسط؟ لا ماكو شيء متحارب، ايش عندي انا داخل حارب رجال شاعر. اها واغلب الشعراء متحاربين. لا اكو كره، اكو حقد، اكو شخص يغار منك. اشوفك قاعد تبتعد عنه الصراحه. بابا علي مو ابتعد عنه الصراحه. انت عذرا يعني انت قبل خطيه ب 15 سنه تجي انت صار لك 3 سنين تعبره وتخلي وراك شوي صعبه عليه استصعبها، فنقدر يعني حالتهم. اها زين هي الشخص تعطف عليه والله خطيئ. تعتبر هذا من ناحيه انه تعاطف؟ تعاطف ويا طبعا تعاطف ويا خطيئ يعني هذا فقير شعريا. ننتقل للسؤال اللي بعد هسه اجابتك مقنعه. أماس الساعدي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اولا اتمنى لك التوفيق يا رب. وسؤالي لاخي مهيمن، هل يجي يوم نشوفك فيديو مع شاعر او فيديو كليب؟ ويا ريت اي مقطوعه منها يا صاحبي. شكرا لتواجد أماس الساعدي ببرنامج رسائل. تحياتي للصديقه العزيزه أماس الساعدي. طبعا بخصوص الديو يعني سؤال غريب جدا، بس ماكو مانع لكن وفق شروط يعني. طبعا لازم تكون شاعره سمعتها حلوه، هيش يلا يعني هم شاعره كتاباتها حلوه، وهم اضمن الابيات اللي كاتبتهن هي كاتبتهن. ها اها وهم سمعتها حلوه. اكو شاعرات كتبوا لها شعراء؟ طبعا اكيد. كثره 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 يعني هسه هو الوسط لربما تصدر عد الاصابع 5 شاعرات او 4. لا احنا يعني ما نقول على ذن الخمسة الواصلات اعلاميا يعني. احنا ما نحكي عن الواصلات اعلاميا، هسه أماسي اهم شاعرة تحياتنا لها. تحياتنا لأماسي. أماسي شاعرة من كربلاء. يعني جاي احكي عن الديو مع شاعرة، انا هذه شروطه ما اتطرق الموضوع اللي يكتب لهن، بس انا اقول لك اكو شاعرة تكتب. انتقل للسؤال اللي بعد. صورة الشاعر المبدع على اخوي هذا حزام ظهري. أدبيت علاء شنت توني متعرف بي يعني. أريدك قبل الألفاظ إنها القصيدة. هذا أول ملح من بهتة الصحبة. إيه. هذا الماء يضم على الخلق اللي بقلبه. والله ونعم منه. هذا القال على المقبرة صغيرة هواية على قد ما عد وادم ماتت بقلبه. الله. هاي العلاء ما القصيدة. قبل لا ترتقي ظهور المصهلات. إيه. قبل لا ترتقي ظهور المصهلات دور وجهك ببين الحوافر الطين الحر لأن حر ما صعد فوق. الله. اندفن علاشي لنا الإظافر نخل توقف يصعدونك بالإجدام حيرا ومن توقع يسوونك قناطر خشبة وخيرون ببين الاثنين لو تنور لو يدة خناجر. الله. اشتقر وجوههم خشبة وخيرون ببين الاثنين لو تنور لو يدت خناجر اشتقر وجوههم يل ربعك تراب الهوش ماهب ملامحهم تسافر ظل ضامي بلم من يرتوي موت صدق وخط طبع النوارس من تعاشر النورس ما يشوف ظهره للماي روحه ويا النهر بس جسمه طاير اكره الريل شي شايل له وجهين. الله. وانا السكه اعتبرها انسان عابر اكره الريل شي شايل له وجهين وانا السكه اعتبرها انسان عابر ما صدت قفاها وردت الناس اخذت وجه الشبابيك التذاكر المنجل ما الومه بسنبله يعيل اعمل ما جرح يسمى باكر اجبر كسور ناس تراب بالماي من يجبرنا للمكسور خاطر ريح وجبت عمره وياهم شموع الهوى يقتن يا مخلوق عاشر عش الدفتر بدنيا امتحانات بوقت مشلوع بي قلب الدفاتر اجب ملقى امهات لدور الايتام ورد دموع روضة بعين عاقر حضن من تفتك الصير الشبابيك. الله. حضن الله. حضن من تفتك الصير الشبابيك لأن مختنقة من ظهر الستاير ما مجبور أظل مكلب بناس أمرهم مشط والقاهم بفاير. الله. ما مجبور ما مجبور أظل مكلب بناس أمرهم مشط والقاهم بفاير. أنا العايش وحيد بدنيتك هاي أنا المال صديقي وصحبته هواي أنا المن يمر طار المحد يقوم
لأن من طحت ما حد واقف وياي، الذرعان تحضن بس لي روح، ما رجفن وضاقن حضنة الجاي، أو علي ما أشوفن مغوشتني الدموع، غواش الجام من يتبلل بماي، شافن الدلال وكضن أصفاح. الله شاشي سوى من يشوفن أعضاي. الله أنا عوشية سويت الحياطين، بكثر ما عندك ظنون سطاي، في متوني ما فيي تعدود، وانا الجانا نرموشي سوون فيها. الله ولك الله. حتى انت يا ظل تعافيت لما انحدبت ما شفتك هداي، اذا شف محترق والثاني مشلول، وتعاين الشامت عن قصد جاي، ضيف من يجيك يريدك تقوم، لا لك شفي عينك لا لك راي، ذن كلهن عشت هنهم نجا الضيف، رفعت بيسرة المحترقين ملاي. الله وصحت يا طيش رد كلهن، ذن كلهن عشت هنهم نجا الضيف، رفعت بيسرة المحترقين يمناي، وصحت يا طيش رد جيب الصبا وياك، اشتهيتك واشتهيت سنينك تعود، النخل كنت من خزرة روج العثوك، الما صاعد لطوف يصير صاعود، أرد انثر سنين بلمة الناس وصيحا بالايام الحلوة فرهود، الضفاير بيض طال اعمارها تعيش، الله لكن ماضيها الاسود حيل مريود، رغم الضوى رغم الضوى بعيون الفوانيس، لكن خلصن اعمارهن قود، السد يبوس بشباك هالماي، بس لما تطيح يصير هادود، تراهن ونثرنا بذور الافراح، انا بماي شالي وصاحبي بجود، لا خضرت قاع ولا تنيت وغبت صاحب الزرعة تحاصود. شفت الزرع خو يريد لو صار خاطر ما يطيح ويبقى مسنود، أخذ عودان ميتة صاحبي، أخذ عودان ميتة توقف ليعيش. شفت كل شتل عود بسدها مجدود، غرت من الزرع شي مال أخوان، أريد أن خوة تشبه خوة العود، ترى أنا بخير ما دام المطر خير، يهدني الغيم تتلقاني قيعان، وبعد ناخذ عبات الجاي خطار، لحد ما يقول مثل فراش نعسان، احط اطفالي فوق الزاد للضيف، خافن قبل حاتم ذاب حصان، غداهن عنبر بقاع العصافير، وبوقت الناس تتحسر على لبنان، اش نفعك كنت تملك كل شي بالقاع، وبقلوب تحبهم ما تكون شان. الله سلامتك. الله هاي القصيده ادري بها قصه وراها قصه، اعرف هاي القصه بعد الفاصل. أحبائي المشاهدين فاصل قصير وراجع لكم. كل الهلا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا وياكم مع المبدع مهيمن الأمين. حياك الله مرتين. الله محيا أصلك في دول قلبك مهيمن. القصيدة اللي قريتها قبل الفاصل، أنا العايش وحيد بدنيتك هاي، أنا المال صديج وصحبته هواي، صحبته هواي، إيش قد طاحوا من عينك وإيش قد ضافت لك الوحدة؟ والله يا أبو حسين يعني، وإذا تقدر باختصارها قصة هاي القصيدة. قصة هاي القصيدة هي خطار كان جايني، وهذا الخطار وقت غدا وطلع زين ما شلب ذبي ذيش الشلبة، لأن أنا شفت ياهل يضوق ملحك يعاديك، يعني ما أدي حظ بالملح نهائيا زين. أنت هو موضوع متقصدين مثلا مهيمن؟ ما أدري والله ما أدري، هو حاض ما أدري، لأن أنت هواي تمر بتجارب أصدقاء، يعني لا بالدوام ناصفك، لا بالشعير ناصفك، لا وين ما تروح انت، خلنا نسولف لك سالفه، هي قصه دارم يعني اعتبرها. هذا شخص اي امطعن جدا من المقربين من عنده، فهو عايش بولايه، قال له خلنا هاجر اروح اسكن الصحراء، على الاقل ما بي هوادم تغدر بيك. هم شافهم بصوره ذيب، كل اصدقاء يشوفهم اقنعه بس هم داخلهم ذيب وبقناع بشر. فراح هم بالصحراء، هناك صادف رجال مسن من سكان الصحراء البدويين، قال له ابوي انت مبين من هدومك مو من سكان الباديه، وعليه اليوم انت ضيف يا صار دنيا الليل، ها وهاي ثياب منا لا تاكلك. هنا دقوا براسه ربعه، قال له ذول اشوى منهم عاد ما لبسوا نقاب،
لا يمك ولا غاد فكتنا الذيار. اها ما يختصر الجيار ما تفكنا الذيار. ولد ولايتي يعني مصطلح معروف عند الاغلب انه يعني الفزعه الافتخار، ولكن ولد ولايه مهيمن الامين نشوف المفهوم بالعكس. وين الاسباب يعني؟ اليوم اغلب المحافظات تفتخر بالاسم الشاعر ابن ولايتها، لكن هذا ما لقيت عند مهيمن الامين. شوف هي القصيده هاي انكتبت ببدايتي. ولد ولايتي ما تقتصر على الشعر. ولد ولايتي انا سؤالي موجه بهذا الخصوص. وياك بس انا هاي القصيده انت تريد السبب مال كتابتها ولد ولايتي. انت لما جاي تقول لي هيك الناس تتنومس بولد، انا طبعا اتنومس بولد، لكن بعض اللي يعتبرهم ولد ولايتي انا طبيته بالوسط الشعري، كنت عزيز ويعني يحبون سوالفي يحبون القعده وياي، صرت منبوذ مكروه. من وصلت؟ من وصلت يعني درجه واحد والامام علي الدحلف هيك صادق زين. واحد يتصل بالراديو يغلط ومن اخذت رقمه بالشكاوى هاي ويطلع لك صاحبي انا ضيف كنت ببرنامج راديو السلام عليكم ممكن اطلب قصر هيك منك هيك من وسد التليفون. وهم صارت يعني تلافاها شو تسوي؟ احسك انا منفرد بجميع قصائده. خلينا ناخذ قصيده. اي ربعي وقفولي لكن عثرب طريج الكن تظنهم من نقع تشايتي صعبه من نقع اجارب بيت اخوي الله وهو ادرى من الغريب بعاستي. ربعي وقفولي لكن عثرب طريج الكن تظنهم من نقع تشايتي صعبه من نقع اجارب بيت اخوي وهو ادرى من الغريب بعاستي. كلش صعبه الغاثني المدولدين من انشفيت الغربه والطيحان ولد ولايتي. الله الغاثني المدولدين من انشفيت الغربه والطيحان ولد ولايتي. ليش بقصت نهر بشفافه نوق بدو عطش روح واشبع ناكتي تخوصريت وندلوا لي وجعني وين الجرح ذاك كان سال براحتي والله واصل مرحله من الهم بحيث الدمعه لبخد غيرك ولا مالتي او خل طيحا ورقة كيف من طيح ضحكه فوق القاع اطيح بمشتهاي ربع قادوني مثل عود الكمان راح اردهم ما ظل الدراي الماي يوقف لي اذا اذكر رفيج ومنقع شوفت خناجرهم دواي الدخاوي الذيب هذا تعرفه ذيب وعلي يصير انسان الدخاوي الذيب هذا تعرفه ذيب وعلي يصير انسان اذا شم استحاي شن الغثكم طيبتي فقري السمار انطيتوا بيه هواي الجنتم هواي تموت المراية إذا حل الظلام المو صبح قلبه علي شعدة جاي يمشي يمشي ما يدل النهر تاليته وين ويجرف عطشان يندل مستحاي الناس يرادلها مكفس الحفات أنا من قطيبتي خرمشني ماي بطيحت الناعور يصفر الخضار انا بسوالف دوا جازوني داي الدنيا طف وشوفتكم ملقى بير المنطبية انطيت لمتون وعباي هذا ظهري وحط خنجر ما اطيح القصبة من يندج قفاها تصير ناي هذا ظهره وحط خنجر ما اطيح القصبة من يندج قفاها تصير ناي الروجة لو طقها البلم ترجع شباب اش ما تطقون تظلون ببراي من اصابعكم تلم بيها الصحون ولسه باقى اثار مشتيد برداي الشمعه من حرقاها ما بدلت لون وانا شلت اطباعها بوجهه وقفاي مذنق المنجل يعرف افعاله عيب هواي واد مذنقت من عيبها شيب وبراس الشمع ما اريد اصير تعيش الشموع على حرق الشيب الله سلامتك الله قلبك ربعك اصحاب فضل بقضيه واحده طبعا خلوا قريحتك الشعريه تنتج ايش قصائد فدول قلبك طبعا هم حافز والله صدق جدا اشكرهم. اكو شعراء كتبوا للنخبه هاي مجموعه لربما 70% وبقوا فترات طويله وما قدروا يوصلون. مهيمن الامين خلال فتره قصيره لربما سنتين او ما قارب 3 سنوات قدر يوصل. ابو حسين انت لازم تنوع، اليوم من تريد توصل لازم تنوع، انت كتبت للنخبه اثبات شاعريه. اكثر الكتابات اللي كتبتها بالبدايه كتبتها للنخبه. اليوم لازم تكتب السهل الممتنع للناس اللي على قد حد علمها بالشعر حد فهمها.
فهم والطعمه بلون اخر من الكتابات الكاتبين للنخبه، بس ما تعمق بي يعني تخلي يعني شلون اوصلك اياها ايحاءات بعيده جدا، شيء مفهوم للناس بسيط. مهيمن شنو مشكلتك ويا حسين المطوري؟ حسين المطوري ابو البصره مو؟ ليش انت ما تعرفه يعني؟ لا اعرفه طبعا، الرجال نجم نجم مال الشارع. بس حسين المطوري ما ادري ايش عنده ويا ابياتي، بس احنا شو نقول؟ هو ما تدري ايش عنده ويا ابياتك؟ ما ادري ايش عنده ويا ابياتي. هسه هو انت اليوم شاعر عاجبك، ايه بوي انا سمعتك وعجبتني هاي وصار التوارد يعني والتوارد وارد. ايه بس لما شاعر يتوارد وياك ب 12 بيت، وانت هذني تعتبر كتابات قديمه وما سحن تتنازل عنهن، بس بالجديد يا ريت يعوف الجديد ما تبحاله، ولو انا اللي كلب عباتي ما انكثى عنه خطيه بعد. اثبت للمشاهدين، اثبت للمشاهدين عندي بيت يقول موجود التوثيق، يقول مو مطر بس كلها تفرح من نطيح. أيه. هو يقول والله وصلت مثل المطر تفرح الناس بطيحتي، ادعي عليهم وصلته ما شاله. واقول ما مجبور اظل مكلب بناس امرهم مشط والقام ضفاير، قبل شوي قريتها. أيه. يقول رادوني امشي على الضفيره مشط، وهو بيات هو يدري يعرفه زين. حاولت توصل رسالتك اليه؟ ايه جاوب بحضر. اها اي والله احنا لا ما يدري الشاعر نقول توارد، بس انت لما ندز الرساله ويقرا رسالتك ويعطيك حضر شنو معناتها؟ هذا خطيه والله الله. فقير شعرين. تحياتنا. انت عندك توثيق قبله؟ طبعا باليوتيوب. موجود باليوتيوب، اطلع لك اياه هسه قدام الكاميرا. اها لا صادق ما يحتاج، صادق ما يحتاج. لا اي واحد عنده شك بالموضوع ويعني يحب يشوف القصيده مالتي خليه يكتب قصيده الطين الحر، ويكتب القصيده مالته شلون والله رادونا امشي على الضفيره مشط، هذا البيت مالته هو اول توارد غير ذنيش ال 12 الكتابات قديمه ببدايات ما اعتبرها نتاج ذني متازل. كل انسان يمر بمشكله لا ربما يترجمها الى قصيده. نعم. اليوم اريد نتعرف على اللي المشكله القريبه على قلب مهيمن. نعم. اللي ألمته لا ربما ترجمها الى قصيده. هن كلهن يعني القصائد مثل ابنائك، ماكو واحد قريب منك وواحد بعيد منك، كلهم متساوين، بس اكو قصائد تحسها تمثلك. اريد اعرف المشكله بالبدايه. المشكله والله اكو يعني انت ما سالتنا عن سيرتي الذاتيه، لو سالنا عن سيرتي الذاتيه كان انطيتك سببا ما اطرح مشكلتها. اها اقرا لك القصيده، وهي القصيده كل شيء بيها يمثلني. نسمع. يمت اشواقنا نسوي لهن حد، جزر ياخذهن وما يجيبهن مد، هواي احباب بس من توقع بضيش تستنتج من الغربيل محد، بو بقلوبهم خيبر بالعيون بس الغير نبيبان مرقد، الاسود على الماتة وما لبسناه، وادم عايشة ضوقتنا الاسود موش هموم، ما نحمل الهدوم اللي علينا كثر ما بللهن الخد، بدمعنا النافس عيون التماسيح، تتخيلون بتشيتوهن ايش قد، كون العين عاجر طيف ما تجيب لولاها ولا نشتاق لحد، وكون الداينون قلوبكم يوم ونقسه وبين المواجرات تبرد، خناجر ظهرك من اعداك بالريش، اتكت لك بيد اللي يحبوك تنحد، شايف لمن جرحك يجي من الدوار وتضطر تمشي بس ما عندك احد، عمدا تنسى هدمك خاطر يصير عذر بيترجع من الشوق يصعد، وترد وتلقى عذرك غاد مشمور اللي بيه الروس من تنوجع تنشد، شيب براس نورس تعبك يضيع شيب براس نورس تعبك يضيع، وترد بوجهك البيبان تنسد، وشايف لمن ترجف غيره مو خوف مو جسمك، اشواقك تبدي تبرد وتتذكر بمرسالك يفرحون فجأة، ويبتدي التأخير بالرد، اش تفهم غيركم لهينهم ناس أهم منك ويتيهون بالعد، هنا قلبك قفله ونام مرتاح لا تغلط بعد وتفك لحد، الكرامة انثلمت حلف فرض الفراق، وجل ينقال عنا اليوم الأكشر، طبينا العشق بهدومنا البيض طلعنا من الخناجر لون أحمر يجرحونك، طبينا العشق
بهدومنا البيض طلعنا من الخناجر لونها احمر يجرحونك وهم اللي يزعلون فوق جروحك تروح التعذر لا بالحب ذا يخلص تواسيل لا بقلوبنا الخلتنا نصغر رهان وحطوا الصفصاف والتين اي رهان وحطوا الصفصاف والتين وتراهلنا على الصفصاف يثمر حظ ما عدنا ندرو حتى عدين لو متراني يجوز نخسر الله. من عدها وعرفنا بهجرة الطير مو تعويد جائز كان مضطر وسلام الله الله يخليك الله يا الله يخليك بدول قلبك أحبائي المشاهدين فاصل قصير وراجعي لكم رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام مع المبدع مهيمن الامين حياك الله مره اخرى الله محيا اصلك في دول قلبك مهيمن الامين شنو سبب انسحابك من مسابقه شاعر العراقيه حقيقه لما صارت المسابقه قبل لا يعلن عن اسماء اللجنه اي طلبوا القصائد بعثت بقصيدتي وكان بيجي القناه العراقيه ينشر القصائد اللي تنقبل فنشرت قصيدتي مقبول اكيد يعني طبعا حسب اختيار اختارت قصيدة قوية شارك بها ادخل بها انقبلت القصيدة ورما انقبلت القصيدة بأسبوع أنا كنت متوقع اللجنة أستاذ سمير صبيح شخص يقيمك مسابقة ويعني اللي مثله عامر عاصي هيش وصلني اللي يقيمون الشعراء واللي موجودون باللجنة فتفاجأت بوجود ناس هم بحاجة إلى تقييم يعني اللجنة مو كفوة؟ مو كفوة تستثني بس محمد المحاويلي تحياتنا السادة محمد له بقية مو كفوين يعني ضياء الميالي يقيمني أني ليه ضياء الميالي مو شاعر يعني؟ مو شاعر رجال شاعر أغنية ما يقيم قصيدتي تحياتي شوفه أقل من عند أقل يعني مستوى منك؟ والله الجمهور شي يشوفه أنا أحكي ما أحكي أنت قناعتك اللي ما خلتك شارك أنا هاي قناعتي ما أشوفه محل أني يقيمني أنا محتاج أنا أقيمه مهيمن علي صراحتك بهذا السؤال نعم. وصلنا من بعض المقربين سمير صبيح تحياتنا للشاعر سمير صبيح حضر عدة مهرجانات بالمسيب كانت رؤية سمير صبيح غير مقتنع ولكن في إحدى المهرجانات من صعد مهيمن الأمين وقرأ وجه لك كلمة بالحرف نصا يعني قال لك أنت غيرت وجهة نظري مدينة كنت أظن تخلو من الشعراء أولاً هاي حقيقة وشنو تعني لك بعيداً أنه إن كانت حقيقة بالمسيبك وشعراء مبدعين وسابقيني بالتجربة تحياتي لهم هاي الكلمة وجهت لك يعني من سمير صبيح مو طبعاً توجهت لي بعد ما خلص المهرجان كنت حاضر أنا بنفس المهرجان بس هو كان يقصد على المهرجانات اللي يحضرها كان اغلبها بسده الهنديه وشعراء مبتدئين ويحضروا وياهم يعني تحياتنا لمنتدى المناره الثقافي كان يدي فهو لو شايف بقيه الشعراء بنمسيب شعراء يخضلون جدا واعدين ليش كانت المهرجانات مسيسه مثلا علاقات حتى ما صدر هاي الاسماء مع شوف سمير صبيح يعني مع سمير صبيح شعراء مبتدئ لا المنتديات هناك كل منتدى واحد يعني ثلاث منتديات عندنا وبمنطقة يعني بقضاء المسيب يعني ناحية السدة إذا تجي حتى الإسكندرية منصفة وغير منصفة هاي المنتديات يعني شوفه لو منصفة لا هو المفروض إحنا الغلط مين شوف إحنا الغلط مين اليوم مهيمن من يمثل المسيب المفروض يسوي منتدى واحد وكلها تلتنبية أو مهيمن أو غير مهيمن تحياتنا الأخوة الشعراء بدون ذكر أسماء المفروض من عندنا كشعراء نصير منتدى واحد حتى من يجينا ضيف من خارج المحافظة نبرز كل طاقاتنا اللي نقدر أن نبرزها اللي تمثل مدينتك زين مو نتشظى بعيد عن التشظى أنت من تشظى هيك ينقال عنك إذا أنت مو من المقالة سمير صبيح أنا مو يا أستاذ سمير باي حتى بوقتها يعني شنت زين هو مع العلم انه مدحني بس قلت له لا استاذ تمام ما شايف بقيه الشعراء تحياتنا الشعراء المسيب
لكل شاعر رسالة. خلينا نسمع رسالة مهيمن الأمين لمن ستكون. طبعا أنا قبل لا أتحدث قرأت لك رسالة. أي. وأنا تريد توصل لما نتحب. بس أريد أوجه رسالة للناس اللي تكرهني على شنو ما أدري. مو مطر بس كلها تفرح من نطيح. الفلح والمو فلح راد طيحتي. الكان يسمع صوت نيت من أرض صيح. بس تبرى وما ندار صيحتي. مو مطر بس كلها تفرح من نطيح. الفلح والمو فلح راد طيحتي. الكان يسمع صوت نيت من أرض صيح. بس تبرى وما ندار صيحتي. من كبر حلم شليب ما مرني ماي. شاهد الصبير غرق ديرتي. كافي حرقي نادم أنا ومو بخور احترق المن ما كل يشموني. كافي حرقه نادم أنا ومو بخور احترق المن ما كل يشموني. عايش لكم دور بدلات الزفاف. انترك حق لي لو تكتروني. الما يسوي ربك يسوونه ناس ما كان الوادم يسووني. خافوا بالطيب يسمع المال ذان الدوادم موته ويسمحوني. وانا مثل الروج اقوم مش ما اطيح. كافي لا تحفرون ما تطيحوني. الله الله يا مهيمن. طبعا الوقت خلص بدون ما اشعر بي وحضرته. تمنيت انه الوقت اكثر من ساعه حتى نستمتع بقصادك. شكرا لتواجدك. تحياتي منك. انا اشكرك على يا عزيزي يا عزيزي تستحق كل الاستحقاق. للساده المشاهدين تحياتنا الكادر المخرج حمزه الاخوه المصورين. تحياتي لك حبيب ابو حسين. شكرا للبصره على حسن الضيافه. شكرا لتواجدك يا حبيبي. يا رب ان شاء الله كل التوفيق. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام شكرا لكم لحسن المتابعه والاصغاء. انتظرونا بحلقه جديده من برنامج رسائل. كونوا في امان الله.